بس لا ارفع البرزنتيشن. هو اليسار المخزي رضع بروباغندا بمجد بريطانيا وفرنسا، فرنسا القاتلين الجزائريين وبريطانيا النكي اخت افريقيا، هو عادي يعني، هو بيعتبروا مجتمعات متحضره، بس المانيا النازيه هذه قمه الشر. ما نشوف نحن هل هن فعلا قمه الشر ولا لا، ما نشوف. مبين شيء؟ اي باين. طيب فانا اسف على السيت اب تبعي، مش يعني ما عندي سيت اب مضبوطه. اذا بنقل على بيت جديد فيني اعمل سيت اب احسن من هاي يعني، بس انا يعني عم بستعمل تليفوني واللابتوب بشكل بسيط جدا. الكاميرا عم تصغر لانه فيرتيكي، اذا بحطها هوريزونتال اقعد ظبطها وجيب لها هي، ما لي خلق يعني. فهل عندنا هذا المتاح يعني. طيب فما نحكي بالنازيه الباطنيه في فلسفه عبيرتها. وهذا العلامة اللي شايفينها هي البلاك سان، ما نحكي فيها أكثر شو معنات البلاك سان تماما، وبتلاقوا إنه فيها كذا علامة جوات هالعلامة، هي مش علامة واحدة. أول شيء خلينا نبلش بعبير طه. عبير طه هي شخصية يعني تعتبر شوي معروفة بلبنان، هي قنصل لبنان في نيويورك، وأيام الثورة لها فيديو كانت عم تبكي فيه وتتضامن مع المتظاهرين يعني. لكن اشتهرت اكثر لان ما نسيت انا شو الحادثه، بس انا كنت على ايام تويتر يعني، صار عليا حمله من اليسار اللبناني يعني، هذه السنوفليكس عنا بلبنان المخزيين، انه هي نازيه وهي عنصريه وهيك. وهي انا لفتني نظري هالموضوع، انه انا قلت يمكن هي من اليمين اللبناني وفعلا عنصريه. فانا اشتريت كتبها، انا ابو لبنان اشترى كتبها ليشوف يا اختي هالمخلوقه هاي فعلا عنصريه، فعلا هذه مع تصرفات النازيه والمحرقه اليهوديه وهيك. فتحت كتبها اول كم صفحه، لا قريت بعد، لا قريت بعد، لا. طب انا صرت فوت لعنه كله، انتم وين شفتوها حكيت هيك شيء؟ كله اخر شيء باخر المطاف قال لك لا انا ما عنديش وقت اقراها. طب ما عندك وقت تقراها يا خرا، ما تحكي عنها. كنت شيوعي لبناني، كنت حزب الله، كنت خرا، ما قومي سوري، تعال اقرا اقل شيء، تعلم تقرا الانسان اللي قدامك وبعدين تعايره يا اخي، بعدين تعطي حكمك الاخلاقي فيه. طيب اخدي، هي دكتوراه بالفلسفه من سوربون يعني، هي كتابتها شوي ما خاصه يعني علمها، هي اكثر بتدخل يعني بتدخل اكثر بالفلسفه من نطاق الفلسفه الدينيه يعني بكتبها. عندها هي تماما عندها اهتمام في الحركه النازيه ونيتشه، لكن هي ضد المقامة فيه الحركة النازية من محارق اليهود وغيره، وتتهم زورا أنها من اليمين اللبناني والمتطرف، مع أنه أنا ما شفت شيء هيك لا بكتبها ولا بحكي على تويتر ولا تصرفاتها، لا. بس خلاص يعني في هناك أهبل، هناك أهبل شيوعي مقصي مجرد شاف أنه في كتبها فيها في اسم نازي فخلاص، وهي ميالي يمكن على الكتائب أو ميالي على اليمين اللبناني، مع أنه الكتائب هلق صارين وسطيين كيوت يعني بطلوا يمين، بس انه هو خلص حطه نازيه. ايه بس هاي طلعت كلها لهي التويتر اللبناني اللي بيسخري، طلعت عم بياكل خرا بس. كتبها يعني عندك اكثر من كتاب، بس نحن تركيزنا راح يكون على كتاب نيتشه، بروفيت اوف نازيزم ذا كالت اوف ذا سوبرمان. هذا تقريبا التركيز الاساسي بتكون عليه بهالبرزنتيشن. وعندك كتاب ثاني هو مثل روايه، وهلك بنشوف هلك بنحكي شوي باهميه الروايات بالأديان الباطنية عموماً وهون خاصة. تحكي هي The Epic of Arya، إنه عن تحكي عن الشعب القديم الأبيض، وبتنتقد فيه المادية، وبتنتقد فيه السليف موراليتي. هلق نحكي شو هي السليف موراليتي اللي بيحكي عنها نيتشه، الماستر سليف موراليتي. فكتاب مثل رواية بس بينقل بعض الأفكار المذكورة بهالكتاب. بس الكتاب كتابه لنيتشه هو اذا بدكم فيه الافكار كل الافكار المجرده، اما اريا دابيك اوف اريا بجرب بيحطهم بطريقه قصه يعني. وهلق بندخل شو الاعتقادات يعني، هلق ما بدي فوت فيها من يعني من مش من اول طلوع شمع على طول يعني. وهلق بنحكي بنبلش بالنازيه شوي بس لنشوف التعليقات. تحياتي للجميع. بيك سموك بيساعدنا بالالماني، انا تدربت شوي، انا تدربت، هلا في كم كلمه اذا قلتها غلط قولوا لي يعني، بس انا جربت درب حلقي على الالماني. لا صار بيك سموك صار عليها حمله اخت شرموطه.
انا قلت هذه كانت يهودي يا زلمه، حمل اخت شرموطه ونازيه ونيونازيه وما بعرف شو، وهي طلعت اخر شيء انه هي تعتقد شوي بالبطنيه النازيه عندها، يعني تحمل بعض افكارهم، بس البطنيه النازيه نفسها ما فيها تحريض على قتل حدا، ما فيها، هني مش فاهمين شو البطنيه النازيه، هني المهم يعني ليشوهوا لها سمعتها، مع انه هي يعني ضد السلطه، هي مع الثوار، بس يعني الله لا يعرضك بيد اليساريه. وهنا اكثر ناس عنصريه، هون اليسار اكثر ناس عنصريه، ما في لبنان بكندا اكثر ناس عنصريه، يعني انا لبناني بقول لك ابيض، بقول لك هذا رجل ابيض، يا اخي انا لبناني، يا لا انت رجل ابيض. ورجل ابيض يعني شيء حقير يعني. طيب تحياتي حبيبي مو، يلا يعني نحن بلشنا هيك مقدمه صغيره عن عبير طه الدرس الفلسفي وعن كتبها، هلك ما ندخل بصلب الموضوع. عندي سؤال لكم، انا عندي سؤال اللي عم يحضرونا من الجمهور، شو النازيه، هل هي ديانه او دوله؟ وخلينا ناخذ راي هتلر، انا حاطط هذه لغطي له السواسكا لانه بقانون الالماني يعني المسلم ممنوع تظهر، بس يعني مش مسخره عليه للزلمه، مع انه في شيء في امور فيه بتستحق المسخره، بس هي انا برايي هتلر، انتم شو رايكم؟ هل هو بيعتبر النازيه ديانه او دوله؟ هو لنحكي الحق يعني هتلر ليس ممثل عن النازيه مطلق، يعني هو ركب النازيه من بعد ما هي كانت مبلشه، بس انه هو صار ايقونه للنازيه، فخلينا نشوف رايه له، يعني رايه بضل مهم. فسؤال سؤال على التالي، بحسب برسم هتلر مثلا، هل النازيه ديانه او دوله؟ لا لا، هي نازيه اساسا، ناشونال سوشيال يعني ناشونال سوشياليزم بارتي اوف ذا وركرز اوف جيرماني، هي مش اشتراكيه بمعنى اشتراكيه ماركسيه، هي بمعنى القوميه الاجتماعيه عند اخواننا بحزب القوم السوري، يعني تعاون المجتمع شوي، بس هي كحزب نازي ما كان عنصري من بداياته، لا مو بيقولوا الاثنين. طيب خلينا نشوف، خلينا نشوف سوا، بيسألوا له عمو أدولف دياني أو دولي، هيك ما بيسألوه، هلا خاي بيكون كتبها بكتابه أعتقد من مقولاته، يعني أعتقد بمين كان بيقول Do you understand now the profound significance of our national socialist movement؟ يعني الحزب الحركة النازية، whoever sees in national socialism بالقومية الاجتماعية اللي هي أكيد موجودة عند الحزب القومي السوري، وعلى فكرة على فكرة في شيء ما بيعرفوه الناس، الحزب القومي السوري بيشبه العلم النازية صحيح، لكن في حركة كمال جوبلاط، حركة كمال جوبلاط نسخ علم نازي مثل ما هو، حتى يعني عندك صورة مجنحة وصورة ضبي جوانحها نسخينه، بس مغيرين اللوجو بالنص، يعني حتى أحمر أبيض ومع هالأربع صورة، بس مغيرين اللوجو بالنص، أنا ما بيعرفها، بس حتى الدروز ماخذين علم النازية على فترة كانت. فبتقول لك whoever sees national socialism nothing but a political movement does not know much about it، يعني اللي بيقول انه النازيه هي بس حركه سياسيه لا يعرف عنها الكثير. It is even higher than a religion, it is the will to create mankind anew. بيقول هي حتى اعلى من الدين، هي بهدفها وبرسمها ان تخلق البشريه مجددا. انا برايي هي حركة سياسية لكن لها جوانب دينية، مثل حزب القومي السوري اليوم بلبنان، حزب القومي السوري عنده كتابات لأنطون سعادي، رسالتين الإسلام، في مصطلحات دينية، بيقول لك المسيح منه يهودي، المسيح سوري، بيقول لك أشياء تانية، ففي يعني القوم السوري لما يفوت على هالتنظيم بيستقي هالأشياء الدينية يعني، فهي هيك هي حركة سياسية لكن لها باطن ديني، وإلا نوعا ما نقمي على المسيحي نفسه، هلأ بنشوف له. رح أسألكم بعد سؤال ثاني، سؤال ثاني، ها عم بحكي أنا صرت سوري. سؤال ثاني، كمان سؤال هذا سؤال مباشرة لهتلر، سألوه لهتلر أنت ألماني أو أوروبي؟ خلينا نشوف مو بيكس موكس رح يجاوبه والشباب الموجودين على الشات. هتلر سألوه ولحدد لكم، سألوه
اعتقد رئيس جناح البلجيكي بالاس اس اللي هي الحركه العسكريه الخاصه بالمانيا اذا بدكم يعني المغاوير معنا بلبنان، سالوا انت الماني او اوروبي؟ شو جاوبوا؟ هتلر. عمك ادولف شو جاوبوا؟ ايه اهريمان، هي عبير طه قنصل لبنان في نيويورك، لكن هي كمان عندها كتب فلسفي وعندها دكتوراه بالفلسفه من سوربون. تحياتي بسام، تحياتي حبيبي اهريمان. طيب يلا سؤال للجميع، هتلر لما سئل انت الماني او اوروبي شو جاوب؟ بيك سموك الالماني. يعني هو يعني هي هون، مش انا مش عم شوف معلوماتكم العامه، يعني هاي اسئله كثير سبيسيفيك ما بتوقع حالي اعرفها، بس لنوصل للحقيقه بشكل يعني من تم عم ادولف، وعلى اساسا نحاول نفهم النازيه، هاي المقصود. بس انت هتلر عملته يعني، بس انت لا الماني ولا اوروبي. مو ما فهمت انت شو جوابك على الموضوع؟ هني انا وضحت اهريمان عملوا عليها حمله يسار لبنان ان هي نازيه وعنصريه، وهن مش قارين ولا كتاب. لا انا من هذا صار على تويتر الحمله الكبيره عليها، فتت واشتريت كتبها وقريتهم يعني وانعجبت فيهم على فكره، مع انه انا بختلف معها ببعض الامور، بس يعني كتبها رائعه. شو؟ آري هي كتبها بيك سموك آيري من الآريين. أوكي. طيب هلا أخوي ما حق مو بالقالو، بس لا هتلر بيجاوب بطريقة معينة بتلفت النظر كثير، وهلا نبني عليها بالموضوع. شو بيقوله هتلر؟ بيسأله هذا البلجيكي عنده بالاساس، انت بتعتبر حالك الماني او اوروبي؟ شو بيقول له؟ When asked by الاسم ماشي نقوله ليون، the commander of the SS Belgian Brigade Wallonie, whether he felt he was a German or a European. عندما سئل هتلر من قائد عسكري عنده اذا كان الماني او اوروبي، هتلر gave this most astonishing answer. قام هتلر بهذا الجواب المفاجئ وقال I am Greek، أنا يوناني. وانتبهوا ها أخونا عمنا كارل يونغ لما نحكي عنه بمجالس قادمة، هني راح يكونوا 40 مجلس على فكرة لسبب معين 40، وما نحكي عن كارل يونغ كمان، مهم كارل يونغ مع أنه حكي بالسيكولوجيا يعتبر علم زائد. كارل يونغ شو بيقول؟ بيقول الألمانية النازية هي بباطنها كانت يونانية عند كارل يونغ. هون هتلر بأكد على الكلام، بيقول I am Greek، أنا يوناني، يعني قال له أنت ألماني أو أوروبي، قال له أنا يوناني. وهي شو عبير طه بتفسرها؟ بتقول لك meaning to say he was the inheritor of the Greek spirit، يعني هو وريث الروح اليونانية، which itself had inherited the Aryan Indian and Persian spiritual message found in the Vedas and Zendavesta. يعني هو ورد الروح اليونانية النيو وثنية، يعني الوثنية الجديدة، وهذه متأثرة أكيد في الآرية الهندية والفارسية والهندوسية وغيرها والبوذية. بجواب مفاجئ ليش يقول I am Greek. والملفت أكثر نيتشه لما يحكي عن أفضل الأوروبيين، مين بيقول؟ بيقول الرجل اليوناني الوثني، النيو وثني، الوثني الجديد، نيو بيجن. هذا ملفت. حتى هلا بنشوف من هو الرجل المثالي عند نيتشه، من هو السوبرمان الاوبرمان، هنا عم نحكي عن الكالت اوف ذا سوبرمان. نرجع دغري على الديانه اليونانيه، على الديانه الوثنيه. هلا بنشوف ليش. ليه هذا؟ طيب. فعند اختنا عبير طه بتقول لك النازيه كان لها ظاهر ولها باطن.
بالظاهر تحكي في الدولة، بالدولة والمؤسسات، مع انه نيتشه كان ضد الدولة. يعني خلينا نرجع لهالكتاب، بهالكتاب عندك هون في ناس بتشوفه نقيضين، يعني عندك نيتشه هو كان ضد الدولة وكان ينتقد الألماني، يشتم الألمان على فكرة. بس هي بتفسر عبير طه انه هو كان يشتم الألمان لأنه بسبب تأثرهم في الديانة اليهودية المسيحية، اللي هي الديانة الركيكة، بتعلم الركاكي والثلث. أما هتلر كان يحكيك في الدولة والمؤسسات، ما هو نيتشه ضد الدولة، كان ضد ستيتزم. أما هتلر يبدو أنه كان معه. فمعظم اللي كتبوا عن موضوع عدم ارتباط نيتشه في هتلر قالوا لك ما هو واحد مع الدولة وواحد ضد الدولة، كيف بده يكونوا مع بعض؟ هي عبير طه بتقول عكس هيك، بتستعمل يعني كتاب تانيين بتقول لك بالظاهر صحيح هتلر كان يقول الدولة الألمانية والدولة النازية والشعب الألماني العظيم، صحيح، بس بالباطن كان عندهم مسعى نوعا ما عالمي عرقي، يعني جمعوا العرق الآري كما ذكر حبيب نمو، جمعوا العرق الآري من حوالي العالم. يعني معناتها الآري الموجود في روسيا بنظرهم أهم وأقرب لهم من الألبيني الألباين الموجود عندهم بألمانيا. حتى راحوا على تبت مع هاينريك هيملر، راحوا على تبت ليقيسوا وجوههم واجرايهم وامتيازهم للتبتيه، انه هودي عرق اري بس اختلطوا مع الاسيويه، هودي قرايبنا. يعني هون صار في تناقض، يعني هن تعصبهم فعليا مش وطني الماني، تعصبهم عرقي اري ومرتبط في دول ومجتمعات اخرى. وهلا ندخل اكثر، ليه عندهم المختلط مش عيب واحد يختلط عندهم، حتى في تبت بالمجتمعات المختلطة مع الآسيوية في بيطلع لك يمكن 5% عندهم طهارة دم آري، وهودي لهم ميزات روحانية عندهم. فهي بتحكي عبير طه حتى انه كان عندهم هن الاليتيزم، الارتقاء فوق الناس، عندهم نية مش بس دم، عندهم نية كمان روحانية. هذا الجانب البروباغندا ما حكت عنه، البروباغندا المسيحية الإنجيلية اللي طلعت من بريطانيا ما حكت عن هذا الأمر. وهلك ندخل أكثر شو هو هالأمر وشو يعني شو تفاسيره. طيب، فهي بتحكي في ظاهر حكومة ودولة وقوة، أما الباطن الألماني هو كان إنشاء ديانة جديدة، وكان باطن عرقي، تجميع أعراق لإلهم قرايبهم من مختلف دول العالم، تماما كما فعلت إسرائيل. على فكرة إسرائيل هي مشروع يشبه النازية، جمعت يهود العالم حتى المختلطين عندها في بقعة واحدة. وهن النازية كان هذا مشروعها الأكبر حسب عبير طه. هلا في انتقاد لهالموضوع، في ناس بتقول لك لا، بتقول لك ما في باطن نازي وديانة نازية، بتقول لك لا، يعني كان في هملر وسحر البلاط، يعني وعنده كان حركات ويحول كنائس لمعابد للأساس، بس ما مش حركة كبيرة، لا لا لا، بيعتبروها هذا كله كذب وجدع. وهذا اليسار الأمريكي هيك بيحكي على فكرة، أو بعض كتاب اليسار الأمريكي هيك بيحكوا إنه ما في دين باطني نازي، لا. نحن هلق ما نشوف اذا هالموضوع صح او لا، ما نشوف هن هل فعلا كان عندهم معتقدات باطنيه يمكن اخذينها بنيتشه، هل فعلا هن كان عندهم ممارسات تضع علامات استفهام حول انه يكون عندهم باطن غير الظاهر اللي تعرفه الناس. نحن بنشوف مع بعض، مش اخذين موقف يعني، بس عم نعاين جميع الاراء بهذا الموضوع. طيب، فقبل ما ناخذ هلق بريك صغير، بس هي بتستشهد بويليام بلوم، بيقول لك مثل ما انا قلت there was two doctrines of Nazism، كان في معتقدين عند النازية، one for the few، واحد للقلة للجماعة، the initiated the elite، يعني الحلقة الصغيرة، which was very much Nietzsche، يعني كانوا هودي نيتشيين بأفكارهم واعتقاداتهم. وهلق من هلق نعمل مقارنة بين أفكار نيتشه وأفكار النازية، أنا في ناس بيقولوا لا ما في ارتباط، ما نشوف مع بعض. And one for the many, the average man. وكان في عقيدة للعامة، يعني عقيدة للخاصة للذوات، وعقيدة للعامة، مثل عند الدروز عندك الجهال وعندك العقلاء، مثل عند ناس تانين مثلا الكفار عندك الرجال الصالحين والعامة، نفس المبدأ. ولعله حتى هي بتروح، يعني حتى في ناس بيروحوا بعد بيقول لك كل منظمة وكل حركة سياسية حتى النسويات عندهم ظاهر للعام وباطن الخاص. يعني نفس اللي احنا قلناه، وبفرق بقلك بلان مثل ما انا قلت انه
هن النازية ما كان الدولة كان عندهم يعني هي وسيلة، بس ما كان مشروع هو الدولة، ما كانت الدولة شيء مهم جدا عندهم، كان العرق أهم من الدولة. الدولة كانت فقط وسيلة للوصول إلى غاية، فلهيك الحركة السياسية في مقام أقل من الحركة الدينية الباطنية اللي كانت عم تشتغل من وراء السلطة. طيب هلأ نحكي عن الآيو صوفي، بس لنشوف الشباب. تحياتي، خلينا نشوف مين دخل نطلع لفوق. يلا على عرقكم شوف كم واحد. تحياتي فهد، تحياتي كايتس، تحياتي مستي. مستي انت بدك تقعد لي اليوم، اذا بغلط بلفظ الماني بتقول لي انا دربت وجيتها، بس انا معقول غلطت بلفظ الماني، فانت بدك تصحح لي. هلق جاي كلمات المانيه بتفتح لي طيزه يعني، فانت بتكون معي بهالحلقه، بتسمعني فيها يعني. تحياتي حبيبي صبحي. طيب فهلق بنفوت معكم، هلق بدنا نغوص بالمنظمات. طيب هلق نحن حكينا عن الثيوسوفيا بمجال السابقة، لكن بعد الثيوسوفيا صار في انشقاقات، يعني في بكره رح نحكي عن رودولف شتاينر اللي عمل الانثروسوفيا او الانثروسوفي، كمان اشتقاق من الثيوسوفيا. هو كان يقول هو مش معهم، في ناس بيقولوا هو كان معهم، على كل حال وبينتقد فيه مدام بلافاتسكي. ومن اشتقاقات الثانيه للثيوسوفيا كمان متاثره في النازيه هي الايو صوفي، اذا بتتذكروا ايام ما خسر ترامب وفاتوا على الكونغرس او شيء هيك، في واحد فات لابس فايكنج مثل تياب فايكنج. هذا على اي دين مثلا؟ هذا على دين الفايكنجز اسمه الووتنزم، بيعبدوا الاله ووتن. ومين ووتن؟ هو اودن، يعني اله الفايكنج. فهني بس بسموه ووتان مثل ما بيسميه مين؟ واغنر الموسيقار اللي كان يحبه هتلر. فهمتي؟ في منظمه هي الايو صوفي، ظاهرهم هو الووتونيزم عباده ووتن، اما باطنهم هو غنوصي، غنوصي مسيحي. فهالحركه مثلا من الحركات بشكل صريح بتقول لك المسيحيه هي ضعف، النازيه هي بدينها الباطني افضل من المسيحيه. فهذه المثال عن حركات اتت لاحقا وحملت هذا الفكر، وبعد اليوم موجود في ناس بيعتبروا حالهم بالاريو صوفي. طيب والاريو صوفي جاي من الاريان، يعني من الاريا. هذه كلمه المانيه. هذه شو هي الكلمه هيرنفاك؟ خلينا نشوف اذا مستي بصحح لي الكلمه او لا. هيرنفاك اعتقد، خلينا نشوف مستي صحيح. هيرنفاك شو يعني؟ وش يعني هيرنفاك؟ هيرنفاك يعني الرجل المثالي او الشعوب المميزه، كان يسعى هتلر لخلقه. هاي بنشوف انه مبني على فكره نيتشه عن الرجل المثالي، الاوبرمان، السوبرمان. طيب خلينا نشوف صحيح هيرنفاك عم قولها مزبوط يا مستي، صلح لي. طيب فالهيرنفاك شو كان عند الالمان وشو كان نيتشه يسميه؟ يسميه البلوند بيست، الوحش الاشقر. يعني هو عنده قوه وخامه، لكن كمان عنده ذكاء وعنده رقي وارتقاء. هذا كان بنظرهم الرجل المثالي اللي هو اشبه شيء حسب هتلر ونيتشه اثنيناتهم بالرجل، مش الالماني، الرجل اليوناني. وبنرجع لما سالوه لهتلر هل انت بتحس حالك الماني او اوروبي؟ قال له انا بحس حالي يوناني. بهذا المعنى انه بايام الوثنيه اليونانيه، الديانات اليونانيه، هن بنظرهم كان الرجل الاوروبي قوي وعظيم. جاءت المسيحيه بالسليف مورالتي، هلق نحكي شو السليف مورالتي، جاءت بنظام اخلاقي يضاعف من الانسان هي واليهوديه ويقلل من شانه ويجعله ذليل. فهن برايهم وهل المسيحيه واليهوديه هي يعني طلع من رحم اليسار؟ يعني حتى الفكر الماركسي تبع كارل ماركس هو صراحه هو فهم جيد للمسيحية وتطبيقه على الاقتصاد، يعني العدل والمساواة وهيك. أما نيتشه كان عنده هلق بيقولوا معش هو ضل بالماستر سليف موراليتي، بس
ياما كان بالماستر سليف موراليتي. هلأ نشرح شو هي، نشرح ليش اليهودية والمسيحية سليف موراليتي، وليش الفكر اليوناني الديني والفكر النيو وثني النيو بيجن ليش هو ماستر موراليتي. هلأ من فكرة. فالارتقاء في الدم والروح، فهي كان شيء عنصر مهم. هني ليش النازية ركزوا على الدم؟ حتى طلع منظمات من بعد النازية متأثرة في النازية تعتبر الدم نفسه هو الروح، عنده فلسفة الدم يعني بالدين. وحتى في فرق مسيحية كمان عندهم الدم هو يعني الروح، حتى شهود يهوه. طيب هني كان عندهم الارتقاء في الدم والروح. هني عندهم بنرجع للبوذية التبتية اللي حكينا عنها في مجالس سابقة مع المشايخ على أجلاء. حكينا إنه عندهم إنه نحن بالجيل الخامس، ولتطور الجيل الخامس كنا جيل رابع، نزلوا ناس من الجيل السابع أرواح أو قوى اختلطوا معنا، فنحن نحمل شيء من فوق وشيء من تحت كبشر. وهلق لما نفوت بالحلقات القادمة عند حبيبنا رودولف شتاينر كمان بنشوف فكر مشابه، لكن جاي من قبل تفسيرات مسيحية من ذا بوك اوف جون. طيب فأنت عندك الروح النقية في غالب الأحيان تسكن كل الأجساد. يعني أنا فيني يكون قاري مختلط، يعني مختلط، أنا تبتي مثلا، أنا من أصل قاري بس مختلط مع الآسيويين، في يكون في عندي روح نقية من جهة السابع بنظرهم. هن كمان بنين على الثيوصوفيا، مع انه لنوضح مدام بلافاتسكي بتتهم بالكذب، يعني تتهم بهذا موضوع الاجيال السبعه وهالاشياء اللي هي اثرت كثير في العالم في الاديان الباطنيه والفرق الباطنيه، لكن تتهم في الكذب بهذا الموضوع انه ما في اجيال سبعه. ومين بيتهمها بالكذب؟ ما نحكي عنه بالمجلس القادم، رودولف شتاينر، يعني فلسفه الانثروسوفي. طيب هي مدام بلافاتسكي هي الثيوصوفيا. فعندك انه هاي الروح بتسكن كل الاجساد، لكن لو حتى هذه الروح ساكنه هذا القميص البشري اللحمي الدموي تبع ابو لبنان، وابو لبنان مش هذا العرق الاري الطاهر، ما راح تظهر مثل ما بتظهر عند الالماني الاري. هاي بنظر النازيه، يعني حتى عندهم كتابات تهاجم السوري الارامي، يعني مثل ايمانويل عندهم كتابات بتهاجم بس السوري الارامي على فكره، لانه في سوريين اراميين جربوا حالهم يعملوا حالهم متعلقين في الاريه او الاريان. طيب فعندهم الروسي الاري، يعني واحد اريان في روسيا افضل من واحد الباني او الباين عندك موجود في المانيا، فهني بيشتغلوا على العرق اكثر من القوميه. طيب يعني وهذا شيء يناقض الظاهر تبعهم انه امه لالمانيا ولعمال المانيا وكل هذا الكلام. فلهيك سعى هيملر، صار يبعث حملات وهو راح على تبت لتجميع الاريين من تبت وروسيا والعالم في دوله واحده، كما فعلت اسرائيل مع اليهود. يعني اسرائيل بتقعد تتبكبك وتقول النازيه الشر المطلق، في اخر النهار نفذت مشروع النازي نفسه لكن مع اليهود. يعني بدل ما النازيين يجمعوا الاريين في بقعه واحده، راحت اسرائيل جمعت اليهود المختلطين في بقعه واحده على ارض ليست لهم، أرض فلسطين. فهلق ما نحكي شوي انه حكينا نحن الاس اس كان عم يجرب يعمل رجال خارقين، يعني مغاوير خارقين، حتى يجوزهم نساء معينه. فكان عم يجرب يمشي انه هو عم ينظف الدم، لحتى مش بس يرتقي بالدم والبيولوجيا مثل ما بيفهموا الناس، كمان في جانب ارتقاء روحي. يعني هني بيعتبروا الروح هاي الجيل السابع بالثيوسوفيا لا تظهر بطلقتها وبنورها وبضوئها بدها جسد نظيف شوي، مع انه انت لو كنت قاري مختلط معقول تكون فيك هذه الروح. فهن كان مشروعهم بالاساس بالمغاوير تبعهم الخاصه، القوات الخاصه، انه يخلقوا رجال مميزين اللي هن الهيرنفاك، رجال الخارقين القوى. وهذا الفكر كله متاثر في فكر نيتشه عن الاوبرمان، عن السوبرمان، عن الرجل الخارق نفسه. وهلك منفوت عن نيتشه بنقول شو هو الرجل الخارق عن نيتشه، يعني بمين بيشبهه؟ بتلاقي انه نفس هتلر ونيتشه بيشبهوه بالاله داينوسوس عند اليونانيين. نرجع على اليونانيين مره ثانيه، نرجع على قول كارل يونغ انه الالمانيه، انه النازيه ظاهرها الماني وباطنها يوناني.
انا بس بدي اخد بريك صغير ونبلش نحكي عن الجادمان ونحكي عن الليموريا واتلانتس، الليموريين والاتلانتيين، وهذه مدام بلافاتسكي نرجع لها شوي ونحكي عن افكارها شوي لانه هي متاثرين فيها. وطلع في فرق تاني من النيو نازيه تحمل بعض هذه الافكار نحكي عنها كمان، بس بعد الحلقه نطولي يعني اعتقد يعني صرنا تقريبا بالنص. بس نشوف التعليقات شوي قبل ما ناخذ البريك. طيب تحياتي يا حبيبنا ابو علي، تحدث على اي حال. هلق ما نحكي شوي بسوريا، نحكي شوي بالنصيريه، فكره الجودمان موجوده عند الشيعه كمان، موجوده عند الهندوسيه. مع انه حبيبنا ابو علي يعني اسماعيلي، والاسماعيليه ما انا ما حكيت عنها بعد كثير، ذكرت شوي مع الدروز وغيره، بس من الطوائف جدا جميله. هو جعفر الاسماعيلي على ما اظن، وجعفر الصديق له حصه معنا كمان بالمجالس القادمه، يعني بعد في 40 مجلس، نحن هلق العاشره، لا نحن التاسع على ما اظن، او ما نسيت، نحن الثامن او التاسع. على كل حال عندنا بعد ما يقول عن 30 مجلس قادم نحكي فيه عن شخصيات مختلفة. كارل يونغ منها جعفر الصديق، منها ميمون القداح، ومنها شخصيات أخرى. طيب أنا بس بدي أخذ بريك صغير، يعني بدي فوت فانتير وبرجع بجي. رجعنا. مو عم بقول شو بعد ال40 مجلس، مش لا بعد ال40 مجلس بتصير تمسك حالها ملحد او مؤمن من دينته وتملغه بالزباله، يعني ما بتصير ماستر ميسون هون، بتقول نعمل بنصير نعمل خواتم، يعني بتصير تفوت على البث تطلع خاتمك من قناه مستي، خلص ما حدش بيسترجع يحكي كلمه. طيب لانه هذا التعمق اللي عم نعمله بالاداء البطنيه ما حدا على اليوتيوب عامله، لا قنوات اجنبيه ولا قنوات عربيه، وبتحدى حدا يجي باللي انا عامله لهلا، بس يجي يقارن انا عامله بحال حدا عامله بالاداء البطنيه. معظم الكلام على الاداء البطنيه هبل، يعني هاي بيعبدوا الكس وهاي بيعبدوا البقره وهيك، يعني ما ناس ما بتتعمق مثل ما يسعون. طيب فمبدا الجادمن ما بدي احكي عنه كثير، بس هي بتربطه بالبوذيه، بالسبريتشوال ماسترز، الاسياد البوذيه التبتيه، هي يعني عبير طه، بتربطه بهوديك، يعني بتقول لك هن عندهم بالبوذيه التبتيه 5 اسياد، الفلسوفيا بتقول هن فعليا 7 بس 2 ما اجوا، هالخمسه بيجوا بمراحل مختلفه، وهول الخمسه لما ينزلوا هن مثل اسياد الدروز او مثل غيرهم، يعني هن بشر بس عندهم قوة خارقة، يعني هن يمثلوا الإنسان المثالي. فهي بتقول لا، كل الأديان الوثنية كان عندها مبدأ تحقيق الذات، يعني أنت كإنسان بتصير إله. راما، كريشنا، مانو، زاراثوسترا، بروميثيوس، أورفيوس، هيرمس، بيثاغورس، بليتو، والمسيح نفسه هي حسب قوله. مع إنه في نازيين بينكروا المسيح، هلق نحكي عنه. إيه، فهني كلهم كانوا كالت أوف ذا سوبرمان، الرجل الخارق. اما الاديان التقليديه شو عملت؟ قالت لك انت يا انسان عبد، اما الاله بعيد، عدم مفقود بعيد عنك، فانت بطلت فيك تحقق حالك، يعني قاعدين هنا بالكنايس عم يتاوبوا والعالم ميت عندهم، مش عايشين روحانيه، والاله بعدين وحاطينه على راس الخزانه وملفينه بكيس وحاطينه على الخزانه. اما الاديان القديمه لا، انت فيك بذره او قليل من الله،
فهي بالقليل من الله فيك، اذا انت بتشغله بتحسنه انت بتصير عندك قوه خارقه، بتصير عندك اخلاق خارقه، بتصير انت عندك تفوق عن البشر. فلما نيتشه بيقول مات الاله، ما قصده مات فكره وجود اله، لا، عم بيقول لك مات اله اليهود والمسيحيه، هذا العالم المفقود. لكن انت عليك مثل بالنيه الوثنيه، مثل بالاديان الوثنيه، ان انت تصبح اله. فهي عبير طه بنظرها هذا كله مرتبط باديان قديمه، هي اديان الجودمان، الرجل الاله او الرجل الخالق. هي بتلاقيها عند الشيعه في مدح الشيعه لعلي بن ابي طالب، مع انه علي بن ابي طالب حسب كتب الشيعه يعني كان قصير واسود وعنده كرش وهيك، بس هن عاملينه هذا المقاتل العظيم وهذا المفكر والفيلسوف وناسبين له اقاويل لا يعملوه هذا الجودمان، لا يعملوه هذا الرجل الخارق. كذلك فيك تقول مثلا عن المحمرة اللي هن كانوا في خراسان ويتبعون نبي خراسان المقنع وهو هاشم بن حكيم، وكان عندهم نوعا ما نفس الشيء، يعتبرون أبو مسلم الخراساني الذي قضى على الأموية وقاد حملة عسكرية ضدهم، هو يعني كان بالثورة العباسية وقتل بعدين من العباسيين، هذا يعتبرونه رجل خارق. نفس هذا المبدأ، نفس الهندوس عندهم جوروز بالهندوسية بيعتبرون انه هودي عندهم تواصل مع الله او عندهم قوى خارقة، فبتلاقي الناس حشتة حواليهم. فهي بتعتبر هذا فكر وثني. هتلر ونيتشه كان بدهم اياه يستمر، لانه هني لما حسوا انه هذا الفكر وقف، الانسان بطل بده يصير اله، صار بده يصير عبد خانع، مثل ما بالاسلام بيقول لك بالقرآن تبعه، بطل هذا الانسان هو هذا الانسان العظيم، بطل هذا الانسان هذا الانسان اللي عنده مثاليات، لا، صار مثل اليهودي، يعني بتعبير عبير طه اكيد مع احترامنا لليهود. لكن مثل ما بنشوف بكندا حتى، انه مجتمع منايك، يعني مجتمع شو ما تقول له اذا معصب او زعلان او مستفز او نعسان او مهيج او رايق، كل شيء بس بيقول لك بيضحك لك، بس بخبي هو، يعني اذا هو معصب ما بتعرف اذا هو معصب، واذا هو زعلان تعرفش اذا هو زعلان. وهي بيعتبره هو تحضر، انه اذا هو فرجى مشاعره وفرجى سكوريته هذا شيء عيب، لا، هو بده يمشي حسب المجتمع. يعني هذا احمد سامي مثلا زلت لسان، انا قلت شبه الجزيره العربيه بهايم، زلت لسان يا مجتمع المسلم، زلت لسان، انا خايف. هاي سليف موراليتي، تكون مطيع. اما الرجل الحقيقي بيعمل بحقق ذاته. الماستر موراليتي هي شو هي؟ هي القوة والكبرياء. يعني انا ما بعمل عمل بنقص لي من كبريائي. عند نيتشه وعند النازية الحياة هي صراع على القوة مش على البقاء. ما في شيء بيجيك بالسهل ان بدك تاخده بايدك. النازية لما طلعت كانت عايشة، كانت دولة صغيرة ما بين تكتل المسيحي اليهودي حواليها، فكانت بدأت تفرجي نيابة، كان عليها أن تفرجي نيابة، بس هل كان عليها أن تعمل إجرام داخلي باليهود وبغيرهم؟ لا، بس هن عم بيجربوا بالبروباغندا يعملوا لكم النازية شر مطلق ليغطوا على شرهم هن. هم ما بيحكيك بفرنسا شو عملت بالجزائر، فرنسا المسيحية الكاثوليكية، ما بيحكيك بريطانيا الإنجيلية شو عملت بأفريقيا، لا، بيقول لك الهولوكوست المحرقة، ما انتم عاملين 20 30 محرقة وقفت هي على هاي. فهل عبر هلق ما نحكي اكثر بهذه المواضيع. طيب نرجع لليموريا واتلانتس، بتلاقي كمان كثير من منظمات النازية بتسمي حالها على اسم ضيع ومناطق كانت موجودة في قارة اسمها ليموريا، نحن ما فينا نوصل لها، منها ثولز كانت العاصمة تبعها. هذا الفكر من وين بلش؟ كما حكينا في مجلس سابق مع المشايخ الأجلاء، بلش هذا الفكر عند الثيوسوفيا، عند مدام بلافاتسكي اللي قالت الجيل الرابع كان أتلانتيين وأبائهم الليموريين، وكان عندهم عين نحن نسميها عين ثالثة بس هي العين الأولى، وهذه العين بعد ما ستعبدوا بالفرج وبعبادات أخرى وفقدوا روحانيتهم فخسروا هذه العين. لكن كمان يعتبرون كان عندهم ارتقاء في العلم والفلسفه، كانوا لانه يجوا من الجيل السابع الاسياد البوذيه التبتيه ويساعدون. ف
فما نحكي كمان اكثر في المجلس القادم عن هذا الموضوع نفسه، ولما نحكي عن الروزيكروشنز كمان بنرجع لهذا الموضوع نفسه. بس هذا بيعتبر كذبه، يعني هن في ناس يتهموها لمدام بلافاتسكي نصابه، يعني حتى كانت عندها شيء تحت الجرور، وقال هي قال هي هاجمت المسيحيه انه الاموات ما عندهم ارواح، يعني ما في روح ميت فينا نحكيها، يعني انا في مبدا تقمص، وانت مشكلك تتقمص، ما تتقمص مع ذاكرتك، تتقمص تاخذ الفجر الغميق اللي براسك، تاخذ قسم منك وقسم بتتركه للارض يعني. فهي عندها كما وضحنا انه اذا انت شو انك متت، معقول في واحد يحكي مع روحك، بس هذا بيكون عمل مخرب عندها. وبس بعد ما تموت يعني وتندفس، ما بقعد حالك في يحكي مع ميت، والميت عنده ذاكره بضل، يعني هي برايك. بس هي كانت تقول انه في قوى روحيه، وهي القوى البوذيه الفوهان اللي حكينا عنها في المجلس السابق، موجوده وهي فيها تتواصل معها. فكانت تعمل عمليه نصب كما يزعم، انه كانت يكون عندها ادوات تكتب فيها مثلا تواصل هذه القوات. وفي قصه بيخبروها عنها كمان، باين قصه هن مركبينها كذب، بس هن بيقولوها جماعتها بتشوفهم على اليوتيوب، انه قال في مره هي كانت في بيت مسكون، هي في اعتقادها انه ما في شخص ميت ساكنه، بس انه هذا القوى اللي عم تتفاعل معه، القوى الطبيعيه، القوى الكونيه وغيرها. ففي مره مسيحيه جربت تستفزها، قالت لها اذا انت فعلا عندك وصول للقوى والارواح، خلي الباب يفقع او خلي الشيء هيك. فقال هي مدام بلافاتسكي قال خلت لها ضرسه هي رصته يفقع للمرأة، فالمرأة نقزت وهربت وما بعرف شو. بمعنى يعني المعنى هون انه كمان نقد المسيحيه، ما في ارواح اموات بالبيت اللي هي يعني هي فيها تفقع حتى ضرسه بهاي القوى الكونيه اللي عندها. بس هاي كلها قصص نصباي، كلها قصص كذب. ففي هناك رودولف شتاينر بشك بالاجيال السبعه والارتقاء بالاجيال، والنازيه عندهم فهم مختلف عن قالته بلافاتسكي. وفي هناك من يقول انه هاي كلها كذب، البوذيه التبتيه ما عندها هاي الارتقاء بالاجيال السبعه اللي حكينا عنها في مجلس السابق. بس هاي لها تاثير مهم بالنازيه، هلق بنشوف كيف. عندك مثلا حركة الثيوزولوجي اللي هو بلشها راهب إيطالي مسيحي، لشوف إنه متأثر، هو عنده أفكار نازية، ولشوف إنه متأثر بالثيوسوفيا. شو بيقول لك؟ بيقول لك الآري هنا أولاد النور، وهي بتحكي عنها عبير طه بذا إبيك أوف آريا، كتاب الثاني ذكرته. الآريين أولاد النور بس اتزوجوا قردة، يعني عندهم هن التطور البشري، البشر مثل بالثيوسوفيا قبل الحيوان، بس صار في حيوان بعدين صار في تزاوج بين البشر والحيوان اللي بتحكي عنه مدام بلافاتسكي. وهو بيعتبر الأعراق مثل اليهود والعرب وغيرهم هن اختلاط آري مع القردة، أما الآريين النقيين هن ما اختلطوا مع القردة، هن بعدهم أولاد مين؟ أولاد ليموريا وأتلانتس. وهذا الفكر بعده موجود لليوم، بتلاقيه كنت تفوت على تشات رومز على هذه الناتور تبع فورتشان، كل العنصريين الامريكيين بيكونوا عليها، اسمها ريزون RIZON، عندهم قناه ذا هابينينج وقناه فورتشان وايتشان، بتلاقي ناس عندهم هالافكار لليوم. وفي طريقه انا كنت جادلهم فيها كعيون يعني، بس يعني عندهم مجربين يعملوا فلسفه حواليها. فخلينا نفوت هلا بفرقه الاساس اللي هن القوى الخاصه او المغاوير، لنشوف شو هو ارتباط، هل هناك ديانة باطنية نازية؟ هل هناك ارتباط بين النازية والأديان القديمة مثلا؟ خلينا نشوف. بنلاقي أول شيء علامة الأس أس اللي هي حتى هالباند كيس كمان كان حاطة هاي العلامة. شو معناتها هالعلامة؟ هاي بس كتابة تعني الشمس. ونحن حكينا يا أوادم بمجال السابقة، حكينا إنه كيف البوذية التبتية تعتبر الشمس هي الذكر ومحدد النسل، وحكينا المرأة كيف هي المي، والمي أتى منها الوحوش، هي خلاقة لكن أتى منها وحوش، فأتت الشمس ونظفتها. فهن ذكوريين نعم، هن عم يعتبروا الشمس كذكر، وعلامتها هول اثنين مثل البرق. خلينا نشوف كمان وين نستعمل هذا البرق.
بنلاقي هذا بوستر بروباغندا للنازية، هذا حمل البرق وعم يقتل فيه التنين. هذا وين بتلاقي كمان مين منين بينزل برق وبيقتل وحوش وتنانين؟ إله اليوناني زوس. فهل علامة مأخوذة من البوذية التبتية ومأخوذة من الديانة اليونانية اللي هن بفكرة عبير طه، الديانة اليونانية مبنية أساسا على الديانات البوذية والآرية وغيرها والهندوسية. طيب خلينا نفوت بالشمس السوداء، حطيتها أنا علامة هون وها حطيت لكم شمس سوداء تاني. شو معناتها؟ نحن قلنا إنه هول الاثنين بيرمزوا للشمس، شايف؟ هاي كم شمس فيها؟ في 12 وحدة برق، يعني فيها 6 شموس، والشمس السابعة في الوسط وهي شمس بلاك فيها كسوف. فهل علامة بتعبر عن 7 مراحل الكسوف وظهور الشمس السوداء في أفكار النازيين الجدد اليوم؟ شو معناتها؟ معناتها ذا هابينج، الواقعة، يوم انقلاب العرق الأبيض على باقي العراق وقمرهم. هني بيحكوا عنا بكل صراحة اسمها ذا هابينج. حتى تشارلز مانسون اللي هو كان عنصري نيونازي، شو بيقول؟ بسميها هالتر سكالتر على اسم غنية، هالتر سكالتر. بس هي هالتر سكالتر هي اوريجينالي يعني شو اسمها؟ ذا هابينج، الواقع، يوم القيامة، يوم بيقوم الآريين على باقي الأعراق مثلنا الوسخة. يعني هاي بالنازية الباطنية. بس يعني عليك ما نشوف، هل يعني هاي عنصرية؟ نعم، بس الفكر انه انت مجرد ما تكون نازي باطني يعني انت عنصري، هذا فكر غلط. انه في كثير اديان عندها انه الاديان الاخرى بتصير عبيدة عنا، وعندهم هني نفس هذا الفكر لكن على اطار روحاني وعرقي. فالموضوع معقد، موضوع مش سهل، مش كل واحد نازي باطني خلاص عنصري. يعني حتى في بيختلفوا، في واحد نازي باطني يمكن ما يكون عنده هالفكر، في واحد نازي باطن يكون عنده هدف انه قيامه روحيه مثلا، شوف البلاك سان. بس هذا بالنيونازيه الجديده هذا الفكر موجود، وهذا يفسر مع علامه البلاك سان، الشمس السوداء. خلينا نشوف التعليقات ونفوت بفلسفه نيتشه شوي. شكرا حبيبي ونجوفي، اهلا وسهلا. طيب تحياتي للجميع، اذا حدا فات وما شفتوش ما يزعلش مني. هلا بناخذ مداخلات لانه الموضوع شائك، في ناس رح يقولوا لي اللي انا عم بحكي عن نيتشه غلط. لا، اللي انا عم بحكي عن نيتشه حطيت عليه كتابات وفي اختورات، يعني في واحد ما يوافقني، بس انا عم بعطي وجهات نظر مختلفه عن نيتشه. هو عبير طه شو بتقول؟ هي عبير طه بتقول انه نيتشه منوش نازي، انتبهوا لهذا. نيتشه منو نازي، نيتشه يحمل افكار يونانيه وثنيه، وكان عنده نقمه على المسيحيه نفسها، لهيك بيمدح محمد اوكي، وبيمدح زاراثورا، وبيمدح هذا النبي ماني مثلا، بيمدح شخصيات ثانيه هو كان يعتبرها اقوى من المسيح وافضل لبناء مجتمع من ايقونه المسيح اللي بيبرم كفه وكل واحد يشبه كفه، مع انه المسيحيه بتحاول تقول لك لا هي بطوله، انه يعني هو بيشبه كف يشبه كف ثاني هيك، مع انه انا هاي مازوخيه يعني عم يكلك كفو. بس ايه، بس هي بتقول لك عبير طه نيتشه نفسه منه نازي، بس النازيه جربوا بالاساس بالقوات الخاصه يطبقوا فلسفه نيتشه بارض الواقع، يطهروا الدم ويطهروا العرق ويجيبوا افكار فلسفيه من مناطق مختلفه ويبتعدوا عن المسيحيه الركيكه الضعيفه. هاي فكرة. فالنازيين معقول يكونوا نيتشيين لكن عندهم قراءة خاصة بفلسفة نيتشه، ونيتشه عنده قراءة خاصة، نيتشه ليس نازي. هذا خلاصة ما تقوله عبير طه. فكرة حلوة بونجوفي. فينا نحطهم على دروب بوكس، فينا نحطهم على دروب بوكس، احط الرابط لكل الباوربوينتس اللي عملها عندي اياها، والحلقات كمان، يعني انا كل حلقه تقريبا عم نزلها. تحيه الجميع. طيب هلا هون بدي احكي لهم الامور. طيب مين هو السوبرمان؟ مين هو الاوبرمان عند نيتشه؟
هل هو في فيلم طلع بيحكي عنه اخونا سلافوج جيجاك، بيقول لك هو الكونان اللي هو هون، يعني بيقول لك كونان هو كان تجسيد لرجل نيتشه الخارق وكان بطل وقوي وهذا صحيح، بس بيقول لك في جانب تاني لرجل نيتشه الخارق، هو اكثر شيء يشبه من هتلر ومن نيتشه بمين؟ بإله يوناني داينوسس، اللي هو يعتبر الكلمة بمقام اللوغوس، مثل ما المسيح هو بمقام اللوغوس بالمسيحية، اللي هو كان إله شو؟ إله يختص في العنقود وتربية العنقود والنبيذ، يعني إله عنده رقي. فرجل نيتشه الخارق هو جامع بين داينوسس، جامع بين الرقي هو البلوند بيست الشاب الأشقر الرجل الأشقر، وجامع بين جبروت الكونان، يعني بين جبروت المقاتل. فالأس أس القوى الخاصة النازية حسب عبير طه كانت تحاول أن تقلد هذا النموذج للرجل، لأنه نقوا الرجل المسيحي بالألماني أيام نيتشه ضعيف، فقد تراثه الألماني القاسي الفايكنج، الرجل الأوروبي اللي كان وحش يعني كان على شبر أرض يعمل حرب، صار رجل متخاذل متسامح. وحسب الفلسفة اليونانية بتشوفه التسامح والليونة زيادة، هذه تعني أن المجتمع يتساقط، أنت بدولة متساقطة الدولة اللي تكون قوية بدأت تفرض أنه هذا غريب عنا وهذا أهل بلدي، بدأت تكون عندها وطنية وترفق في أهل بلدها قبل الغريب. أما البلد كيف سقطت الحضارة الرومانية داخلكم؟ صاروا المقاتلين يروحوا ويضلوا العبيد ويتزوجوا ويتكاثروا، صارت مجتمع عبيد وسقطوا، القبليات ماتوا بالحرب، مع انه هذا بناقش شوي اللي عم بقوله، انا عم بحكي عن انه نيتشه وهتلر بيبرروا الحرب، يعني على كل حال مجتمعات العبيد اللي صارت انه متسامحه تستقبل هذا وهذا وكلكم طاعوا وكلكم رومان، هذا اللي ادى الى سقوط السلطه الرومانيه بالفكر اليميني. حتى بالفكر اليوناني بيقول لك التسامح الامباثي هي دليل ضعف عند المجتمع وليس دليل القوة. أكيد هون في اختلاف بين اليسار واليمين حول هذا. طيب خلينا نفوت بالماستر سليف مورالت. هلا في ناس بيقولوا نيتشه كان عنده هالأفكار سابقا بعدين تغير عنها، بس هي طرح جدا ذكي وجميل كيف بلش هناك عندك سيستمات أخلاق. بقول لك كان في مجموعة، اعتبر في عندك 10 سعدين، ومن هالعشرة في سعدين واحد ضخم وكبير فيتنمر عليهم، يعني يفوت أول سعدين يشبقوا صحصوح، يفوت الثاني يلكشوا من دانته، وكل النهار 9 خايفين منه، وكان هو متميز عنهم، كان عنده قوة جسدية كبيرة عنهم، وفيها تكون إنه كان أذكى منهم، يعني فيها حتى سعدين أذكى منهم ومسيطر عليهم، وهن قبيلة سعدين 10 مثلا. فهن عملوا نظام أخلاقي 9 ضد 1، لأنه يا بتصير مثلنا يا ما نقصيك. ماستر سليف مورالتي بتقول هون بلشت الأخلاقيات. فأنت نفس الشيء اليوم بتشوفه على صورة مكبرة، يعني اليوم مثلا واحد رجال مثلا عم يحكي فخور برجوليته، بيطلعوا النسويات بيجتمعوا حواليه، هذا ذكوري، هذا أخلاق المجتمع، معايير المجتمع، ما يعني هي بنقدها، هاي التكتلات الأخلاقية اللي عم نشوفها على اليوتيوب هاي سليف مورالتي. وشو بتقول لك الماستر مورالتي عند نيتشه؟ بتقول لك الماستر مورالتي انه انت لتكون اخلاقي بيكون عندك كبرياء وقوة، كبرياء وقوة، يعني انت ما بتنزل حالك لمستوى مثلا تغتصب وحدة، انت ما بتكون نقص من حالك، بس انت ما بتسمح لحالك يغتصبك وبتسامحه وبتغفر له. اما السليف مورالتي هي مبنيه على التسامح الزايد، على الليونه، على انه ما بدي زعل المسلمين، ما بدي انتقد الاسلام، هذا عم بخزق عرفي مثلا بموضوع عرفي. عرفي اتحدوه، حبيب محمد عرفي تحدوه اسلاميين، فهو بقلب الاردن بكل قوه وشجاعه ورجوليه خزق القران، قال انتم استفزيتوني وخذوا انتم استفزيتوني. طلع واحد عرس اسمه احمد سامي يقول لا
كيف بيعمل هيك؟ من هو هذا؟ هيدي بتضر باخلاق المجتمع، هيدي يا مسلمين يا مسلمين، يطلع عند المسلمين. فواحد عرفي عنده جبروت ورجوله، واحد عم بيشوف الاخلاقيات المجتمع تبعه ويلعب على اساسه. يعني عنده تعاطف يمكن احمد سامي وتسامح وليوني مع المسلمين، اما عرفي انسان عم عارف انه النزاع بين الالحاد والاديان والربوبيه هو نزاع قوه، يا بتكون قوي يا بيكسروك، بغض النظر عن تفاصيل قضية عرفي وهل الإنسان يجب أن يتهور ويخاطر هو داخل. أنا عم بحكي بصورة عامة، ولا أعطي مثل معاكس، أعطي مثل معاكس. بموضوع أحمد سامي وأسماء عمر، في شخص يقول لك طيب ما جماعة أسماء عمر عملوا سليف موراليتي مع أحمد سامي، صار يقولوا لا وبتحرش الإلكتروني وما كيف بتحرش وكيف بيستغل النساء وما بيصير وهي مش اخلاق المجتمعيات. هو بنظرة احمد سامي عنده قوه وكبرياء، ان هو مثل زوس، يعني كل ما يشوف مره بده ينزل يركبها. هاي يمكن ماستر مورالتي، اما يمكن من قله الكبرياء ان تضحك على بنت وتستغلها يعني. كمان على كل حال، لكن التكتلات اللي صارت ضده كمان اخذت نمط سيف مورالتي، انه انا كافراد بنصير نعطي اخلاقيات ونتفلسف لا مين لنقصي شخص واحد. وهو نيتشه حس انه هيك عم بيصير بالمتميز بالمانيا، اذا واحد ذكي زياده عن زوم مثل بسمار رافع بدقوه دغري، واحد قوي عنده جبروت دغري بحطموه المجتمع. المجتمع بده ناس تمشي مثل ما بده، ما بده الانسان المتميز. وهتلر غصب عن اعدائه نفسه من اليسار، هتلر كان متميز، كان فنان، كان إنسان مسرحي عنده فكر مسرحي، كان مهندس عظيم، حتى هندس جسر هو بعده ولد، وكان إنسان عنده رؤية لألمانيا لو اشتغل عليها صح وما غلط كم غلطة، رؤية جيدة، حتى لو عمل حروب مع أوروبا وقتلوا سوا هن مش مقاتلين ومسويين. هو بلش جديد، لازم يفرج نيابه، لازم يحط إجره بالأرض، هو مجبور على الحرب، ما فيك تظلمه. بس لا، هنا عاملين هتلر الشر المطلق، وعاملين حالهم بريطانيا وفرنسا لعنة إسرائيل، اللي هي إسرائيل يعني معاملة محرقة. إسرائيل اللي عم تعمل بالفلسطينيين، إسرائيل وتهجير ضيع ومناطق بالجولان وغيرها وإخواتنا بالضفة. يعني أنا أتصور، أنا بحكي مع صديق إلي من يومين بالضفة، الزلمة خايف إنه عنده أرض زيتون بلان سي، معقول يجي ياخذوا له إياها؟ عم يلحق حاله يتمون زيتون قبل ما تروح، خايفين عليه، بضل يحكينا عن الارض. يعني هاي مجتمع جميل اللي عملوه، مجتمع عنصر الدرزي اليوم باسرائيل عنده اراضي شاسعه ممنوع يعمر فيها، بيعمر فوق بيت اهله. يعني ضروري انا لما نيكا لمرتي تسمعني امي من تحت، عم نيك مرتي زي زقت الفرش يسمعوها كل اخوتي واهلاتي كلهم عاملين فوق مني. يعني وعندي اراضي، هاي ارضي، انت يا اسرائيلي شو خصك فيها؟ قل لي ممنوع عمل، لا تعطي صلاحيات العمارات للمستوطنات اليهوديين. اما الدرزي والبدوي العربي وحتى الشمال اليهودي الموجود بشمال اسرائيل، لا ما بتعطيه رخصة عمار، ياكل خرا. طيب، ففي فكرة اليهود المتنقل اللي بتلقوها موجودة في كتب النازية ونوعا ما بلمحنا نيتشه. هي من وين بلشت فكرة اليهود المتنقل؟ هي في قصة، قصة هي غير منسوبة بالإنجيل المسيحي يعني، بس تقال بألمانيا وغيرها إنه في يهودي لعنوا المسيح، فصار ما يموت، ما قادر يموت، بس صار يتنقل للعالم هيك أساسا. بس هي المقصد هون لا، مقصد نيتشه وهتلر كان إنه اليهودي نفسه بفكره الاجتماعي وحتى أوقات تربط عرقيا بدمه، ما عنده قابلية هو يخلق، هو يعمل، هو يساوي مجتمع كبير. يعني بيقول نيتشه وهتلر مثلا، ايام مصر القديمه كان اليهودي عبد هناك ويحاول يصير بين الفراعنه ويدحش حاله بين الفراعنه بالديانه اليهوديه، مع انه موسى لم يكن في مصر. بالبابليه نفس الشيء، كان عبد خاضع وحاول ان يسيطر على البابليه، بس هو ما خلق البابليه ولا خلق مصر القديمه. باوروبا حسب هتلر ونيتشه نفس الشيء، فهو انسان لا يصنع، هو انسان ياتي ويستولي و ينقص من الأشياء. يعني حتى إذا نعتبر الفكر الماركسي هو جاي من اليهودية المسيحية،
عندك مثلا شيوعيين بلبنان بيقول لك شو هو تراث لبنان؟ يعني يميني اللبناني عنده الارزي قبل الله، يعني عنده الارزي والجوني والبحر وارز الراب والباروك والشوف عنده اياهم، ما يعني لو مسيحي مسيحي ماروني بيجي لعندي على الشوف بشوف الارز بصير راح يبكي، بحب شيء اسمه لبنان بيعبده. اما زياد الرحباني مثلا بيقول لك شو كلهم كم سلسول وتبولي، شو عندنا حضاره تراث في لبنان؟ يعني دائما الفكر اليهودي عنده تنقيص، اما الفكر المحلي الوطني عنده مبالغه ومثاليات عاليه، لهيك نيتشه ايديليست عنده مثاليات، اما الفكر اليهودي واقعي اكثر قريب للارض، يمكن عقلاني اكثر بس بيحطم من حواليه. فبقول لك نيتشه بهذا الموضوع: The Jewish people people the Jewish people hand, handled the pious fraud، مش هذه بالالماني pious fraud or holy lie، يعني كذبوا بكذبتهم ديانتهم كذبه with such perfection. قالوا لك موسى طلع على جبل وجاب عنا اخلاق ومثاليات، وهن بيسوش خير اخلاق اليهود ومثالياتهم، يعني هاللوح العشر بينكب الزباله يعني with such a degree of good conscience، يعني اجوك انه هول الاخلاق ولازم كل بشر تقيد فيهم، مع انه انت في ايام لازم تقتل. هو بيقول لك اليهودي ممنوع القتل، ممنوع تشتغل بالسبت، لا في بدي اشتغل بالسبت وبدي اقتل، ايام كبرياء وقوه الانسان تجبره انه يقتل. اما اليهودي اجى باخلاقيات ومثاليات غير واقعيه، يعني لا تطبق على الارض الواقع. لا اذا انت بتقتل يقول لك ما انت قاتل، ما انت يا الماني عامل حرب على فرنسا قاتل الفرنسيين، بصير يتخلق عليك يعني او يتظلبط عليك. That one cannot be sufficiently cautious when it preaches morality. لما يحكيك اليهودي بالاخلاق خليك حذر، هذا نيتشه. When Jews step forward as innocence itself, then the danger is great. لما هن يقدموا حالهم اليهود انه هن بريئين، يعني في خطر عليك كبير. هاي نيتشه، كتابات نيتشه. وعن فكره اليهودي المتنقل انه بيتنقل من حضاره لحضاره، هو ما بيعطي كثير بس هو بيحاول يستولي على هذه الحضارات كما بمصر القديمه والبابليه وغيرها. بقول لك نيتشه: The masters الاسياد وThe rulers القائده fades into nothing compared to what the Jews have done against them. يعني كل شيء عملوا هن صحيح دكتاتوريين فراعنه دكتاتوريين وعملوا سووا باليهود وظلمون صحيح صحيح، بس برأي نيتشه ورأي النازيه الالمانيه اليهودي عمل اكثر خباثه. ف يعني اللي عم بيقول لك انه نيتشه منه عنصري، لا نيتشه عنصر، عنده عنصريه، وعنده عنصريه تجاه المانيا نفسها تجاه الالمانيين، لانه مش لانه بيكره الالمانيين نفسهم، لانه اعتبرهم بزمانه تاثروا باليهوديه والمسيحيه وفقدوا الارث الوثني اللي عندهم وعطينه القوه والجبروت والحضاره. يعني دين واحد طرطوع يسوع الدلوع من فلسطين جاي، انت نسيت اودن، نسيت ووتن، الوتنزم نسيته، كبته على جنب، نسيت الفايكنج، نسيت هاي كلها، نسيت ارثك الحضاري، جاي بواحد بالصحراء عم بيألف قصص تمشي فيه. ويا ريت هذا، يا ريت قائد عسكري او قائد جبار حسب الكتاب اليوناني للمسيح، يمكن هو شخصيه المسيح كان ثورجي ما بعرف، بس حسب المفهوم السائد بالمسيحيه الظاهريه المسيح دلوع طرطوع، حتى محمد افضل لبناء مجتمع. لهيك كان في تقارب بين النازية والإسلام، مش يعني نيتشه مسلم صار، لا بس هو كان يمدح حتى أعداء المسيحية لأنه أقوى. يعني الأصل الإسلام لا انتصر ولا انتشر، ما هي الكنيسة المسيحية البيزنطية ما صارت مريضة وخدوها قاعدة، مثل ما الدرجة الماسونية قالت ليطلع تنظيم جديد وديانة جديدة بدها الديانة القديمة تتفكك مثل الرجل اللي عم يتحلل جسمه. واليوم ظهور داعش والنصرة وغيرها هي دليل عن انهيار الإسلام نفسه، بدل الإسلام يأكل نفسه بنفسه مثل الجثة المهترية. يعني فنحن حكينا الإنسان يصبح إله عند نيتشه، عنده نيتشه لم يقتل الله، نيتشه قال الإله مات معناته إله اليهودي والمسيحي، لكن أنت عليك أن تصبح نيو وثني، أنت عليك أن تعود إلى الكالت أوف ذا سوبرمان، إلى الجودمان. حكينا عن الموضوع فبدي أمشي عليه بسرعة. نيتشه من قتل؟ نيتشه قتل زرادشت. أقول لك كيف.
لما بيكتبوا Thus Spake Zarathustra أو هكذا تكلم زرادشت، هو اخترع زرادشت تاني، هو لام زرادشت إنه عمل مبدأ الخير والشر. يعني بتعرفوا بالزرادشتية عندك أهورا مازدا إله الخير وأهريمان إله الشر. هو اعتبر هذا المبدأ، راح عند اليهودية وصار عندك خير وشر وقتال خير وشر، مع أنه أنت كإنسان عظيم تعلو فوق الخير والشر، Beyond Good and Evil كتابه الآخر. فهو نيتشه ما قتل الله، قتل زرادشت نفسه. فهو عظم بآلهة فوق الخير والشر، وقال على الإنسان أن يحاول أن يصبح مثله. من إنها الآلهة؟ آلهة اليونان الأولمبس. يعني زوز كان يعمل حاله طور أبيض ويجي يضحك على بنت لينيكا. الآلهة كانت تزعل مع بعضها، تنتقم من بعضها على أرض الواقع مثلا. أوكي؟ فالآلهة تبعه ما كان عندها خير وشر، كان فوق الخير والشر. لأن هو برأي نيتشه هذا مفهوم الخير والشر والسليف موراليتي تجذرت فينا بسبب اليهودية، بتقول لك لا تقتل ولا تزني يا أخي، ما أو خيات يجب أن أزني وأقتل. بكون صريح أكثر، بكون عم بعبر عن نفسي أكثر فيهم. مين قال لي هذا شر؟ إذا أنا عم دافع عن كرامتي وقتلت، وين الشر بهذا؟ اليهودية تكلف أكثر، أما اليونانيين كان عندها حتى الإله ما كان يخضع لهذه القوانين السخيفة اللي عملتها اليهودية وأخذت فيها المسيحية. فبقول لك نيتشه we few or many who dare again to live in a demoralized world. We pagans in faith. We pagans in faith. نحن الوثنيين في الاعتقاد. We are also the first to grasp what a pagan faith is. نحن أول، نحن الوثنيين في الاعتقاد، أول من فهم فعلا ما هي الوثنية. وأين وما هو أساس الفكر الوطني. To have to imagine higher creatures than man. نفكر في مخلوقات أسمى من الرجل، حكينا عن القوى السبعة بالوثنية التبتية وغيرها وإلهة اليونانيين. But beyond good and evil. نفكر بشخصيات أرقى من الإنسان وأعلى من الأخلاق. ما بتخضع لقانون الأخلاق السخيف الطالع من الأديان الإبراهيمية أو الأديان الظاهرية. To have to consider all beings higher are also being immoral. يعني حتى الآلهة فوق إذا على نمط اليهودي ما هي عم تكون غير أخلاقية، حتى إله اليهودي نفسه يهوى الأشبه بالشيطان من إله يعني بعهده القديم المجوي. بتلاقيه بيقتل أطفال، بينزل بيتصارع بالبوكس مع شخص ما، بينزل بيعمل حركات ببيد مجتمعات. يعني حتى هو مش خاضع للأخلاق، بس انت بدك انت تخضع. فهو عم يقول لك لا، نحن منا آلهة فوق الاخلاق، ونحن كرجال منصير رجال عظام فوق مفهوم الاخلاق، بمعنى مفهوم اخلاق السائد عند اليهوديه، هذا مفهوم الاخلاق السخيف الموجود حتى في الاسلام. فبقول لك we believe in Olympus and not in the crucified. نحن نؤمن في اولمبس في آلهة اليونان، ولا نؤمن في المصلوب في المسيح. وهذا الفكر مين بيعبر عنه بصراحة بالنازية؟ أخونا عمه هاينريك هيملر. بيقول لك هاينريك هيملر إما تكون ألماني أو إما تكون مسيحي، ما فيك تكون مسيحي وألماني بنفس الوقت. هلأ نحكي أكثر بتمعن عن رأي النازية يعني هو مش رأي واحد، يعني في آراء مختلفة عند النازية بالمسيحية واليهودية. طيب. ها وصلنا لها باليهودية. كان يحطوا نازي شعائر يلبسوها، يقولوا انه الخنزره عند اليهود مش من، انا يعني عم بقول كلامه ما عم بقول اليهود خنازير، انا الخنزره من اليهود مش بدينهم لكن بعرقهم. يعني كانوا يبرروا الدين اليهودي، هؤلاء النازيه اللي بيكون عندهم انحياز صوب الكاثوليك. اما كما ذكرت هاينريك هيملر بكل صراحه بيقول لك الاديان الدين اليهودي هو بحد نظره يعني دين خرب. يعني هو أصلاً يعني حتى شخصية الشيطان بكتاب الإنجيل بيقولوها أنه هي شخصية واحد يهودي، يعني بحب المصاري وبحب جرب يغلق بالمصاري وعيش بهالدنيا، مع أنه نيتشه ضد فكرة أنه في دنيا فوق ودنيا تحت. ورودولف شتاينر كمان أحكي عن المجلس القادم يعتبروا أنه نحن أرادي في دنيا فيها جزء مادي وجزء روحي، وحتى في منهم بيقول لك المادة هي روح وأساس الكون هو روح. منفوت بهالموضوع الثاني، بس
في عندك يعني باختصار، في عندك ناس بيقولوا لا اليهودية ما فيها كدين، ما فيها شيء غلط، العرق اليهودي هو المشكلة. في ناس بيقولوا لك نازيين أكثر صراحة، بيقول لك لا هذا الدين اليهودي والمسيحي، هذا دين يجب قلعه، يعني مثل ما عمل هتلر استبدل الكنيسة عملها معبد للأساسات. وحكينا نحن بجماعة الآيو صوفي بترجع لديانة الفايكنج اللي هن الووتنزم، عبادة ووتن، كمان هن عندهم نفس هذا الرأي انه المسيحيه واليهوديه مش في ديانتهم، في النص في الكتاب، هذا ما فيك تخلق عليه مجتمعات قويه. المجتمع اللي بدك تعمله مسيحي بده يطلع مجتمع خنفوس، مثل مجتمعات السويد، الرجال ما بينيكوا النسوان، النسوان ما بتحبل، وبيستقبلوا الغريب والاميجرنت، بيدفعوا له مصاري وبيقعد عندهم وبيفرش اجرايه وهم تحت منهم. يعني يعني عندهم هالفكره، مش اجت من الماركسيه، لا عندهم حتى الماركسيه مرتبطه باليهوديه والمسيحيه، هذا الفكر، التعاطف والعدل الاجتماعي، الامباثي، هاي كلها جاي من ضعف، مش جاي من قوه، جاي من ضعف، وواحد جاي يتخلق عليك من حلو عنده هو اخلاق اكثر منك. بس هاي كلها ما بتبني مجتمعات، هذه كلها اشياء غير واقعيه ومثاليات، لكن مثاليات منحطه. المثاليات العاليه عند نيتشه هي كما قلت القوه والكبرياء. في يسوع الدلوع كمان تختلف الآراء. في من يقول إنه يسوع هو كان فورجي وقوي، لكن الكتابة اليونانية سخفته. وفي منهم بياخدوا إذا بتلاحظوا شيء حتى بالمسيحية بيحكي عنه رودولف شتاينر، بيحكي عنه كمان بالمجلس القادم. البوك أوف جون، كتاب يوحنا، بيحكي عن المسيح كأنه جادمان، عنده قوة خارقة، بيسميه لوغوس. اما الكتب الثانيه بتعمل المسيح هيك واحد شحاد على التلقاء، ما بتعطي اهميه كثير. فهن الكنائس المسيحيه ليستبعدوا كتاب يوحنا شو قالوا؟ يعني مثل ما بيطلع ايمانويل بيقول انه هذا كتاب يوحنا شعر وخرافي ما له اهميه، مع انه لا، مع انه كتاب يوحنا صادق اكثر. لذلك المسيح هو اللوغوس، هو كلمه الله، واللوغوس هو حد، واللوغوس صار جلد، صار بشر، وكان الكلمه في البدء. شو معناتها؟ يعني معناتها انا كانسان فيني بذره من الله، لهيك انا فيني انطق واعبر عن حالي ويعيط ابو لبنان ويشاور بايدي، فيني بذره من الله اعبر عن حالي، مش موجوده بالحيوانات الاخرين. فالمسيحيه اعتبروا لا لا لا، هذا كتاب بعظم المسيح كثير، يسوع المسيح بيعطيه اشياء، هذا كتاب هيك ما مش مهم، خلينا بالكتب لوقا ومرقس وغيره. لكن المفارقة أنه كتاب لوقا نفسه كمان بيقول المسيح لوغوس، كلمة الله، كمان بيعظم شوية بالمسيح، مش قد يوحنا بس كمان. ليش طبعت هي وخلت هيداك؟ هو بنقي حسب ما بده يعني المسيح. أما هو الكتاب الأهم بالمسيحي هو كتاب يوحنا، مع أنه أنا بحب مارك أنه صريح شوي، بس كمان بحب يوحنا. ويوحنا حكي بحكي شوي مشفق، جون حكي بحكي شوي مشفق، يعني أنت بدك بدك تقعد تفهمه، في فلسفة هن جربوا يستبعدوه لأنه لقوا فيه فلسفة يونانية، بس هي كل الكتب المسيحية فيها فلسفة يونانية. المسيح الحاضر في الكتب الإنجيل هو كتب نسق يوناني، هو ليس المسيح التاريخي أو الحقيقي. يعني أمثال إيمانويل بيتبعوا المسيح، إيمانويل وهذا أليكس المبشر الجاي، بيعتبروا المسيح مش المسيح نفسه، لا بيعتبروا الفيرجن اليوناني، فهم يسموا مسيحيين. إيمانويل ليس مسيحي، هو مسيحي. أما المسيح الحقيقي هو بيتمعن بالمسيح أكثر، وبيرجع للإسينز، بيرجع للحركة الإسينز هو كان فيها المسيح ما شتمها، هو شتم طوائف اليهود كلهم على الإسينز بالإنجيل نفسه. بالغنوصية حكى عن الإسينز، بس الإنجيل نفسه ما بيذكر الإسينز. والإسينز هم كمان يعتبروا مجموعة يوحنا المعمدان، مع أنه في خلط صار يوحنا المعمدان يبدو كان من فرقة تانية خلطت في المسيحية، اللي هن الثيروبوتاي، اللي هن كانوا منظمة سرية أو ديانة سرية. من وين جاي؟ الأسينز، الحركة الفلسفية اليهودية بالأساس منظمة سرية، الثيروبوتاي الجايين من مصر القديمة، من ما يعرف اليوم في الإسكندرية، وكانوا عندهم أسرار طبية، والمسيح كان يعمل معجزات كيف؟ بالطب المصري، وما يسمى سحر هو طب، هو السر هو الطب،
كان رجل الدين في طبب الناس فيه ويخبيه عن الحاكم للحاكم يعطيه قوة. نحكي بهالموضوع أكثر إذا عملنا حلقة عن الأسينز وعن ديانات السرية بمصر القديمة. كمان بيحكي نيتشه بموضوع مهم بتلاقيه موجود في الأديان الباطنية العديدة، اللي هو التكرار الأبدي أو الـ Eternal Recurrence، يعني هو إنه كل الأحداث التي حصلت بتعود تحصل. يعني خلف يوسف الخول، مش خول بهالحياة، لما يعيد الكون نفسه بده يرجع خول ويعمل نفس الشيء، يعني كل شيء بيعيد. كيف؟ وهي موجودة، حكينا بالحلقة السابقة الأدوار والأكوار عند البوذية التبتية، عندهم هن دولاب موجود هون اللي هو الكامات شاكرا، وعند الدروز والنصارية كمان عندهم 7 أجيال وبعيدوا بعضهم الأدوار والأكوار. حتى في مصر القديمة عندك هذا الدانج بيتل أو الزيز تبع الخرا، عندهم من شمس الصبح تأتي من الليل الكيف، هذا الزيز بيلف طابة الخرا وبتطلع منها الشمس. يعني فهي مبدأ التجدد بمصر القديمة، هذا الزيز مبدأ التكرار الأبدي والتجدد الأبدي، يعني له أهمية خاصة. فهي الأفكار الدينية موجودة في فلسفة نيتشه بالإيترنال ريكيرنس. حتى هو صار معه وهو كان يشتغل بمستشفى، كان عم يفكر هل الحياة نزعة بقاء أو نزعة قوة، نزعة على القوة. لقى هو يموت قدامه ناس يتعاطف معهم، هو بالمشفى يلاقي ناس هذا طايرة إجره، هذا طايرة، هذا رقبته عم تنزف، يتعاطف معهم. بعدين يطلع لبرا يلاقي شباب تانيين جايين برات المسفى وهاجمين باندفاع صوب الحرب والقتال. فاعتبر الحياة نزاع للقوة فيها تجدد دائم، يعني ادفنوا أمواتكم وانهضوا. أما هالخيخنة وهي ما له أهمية. هل هناك من ينتقد نيتشه على الإيترنال ريكيرنس أو التكرار الأبدي؟ بيقول لك طيب إذا كل شيء رح يتكرر مثل ما هو من جديد، شو نفع الحياة ونفوت بالعدمية وما غيره؟ هو موضوع تاني، أنا بديش أحكي بالعدمية يعني، بس في انتقاد لنيتشه من هذا الباب. طيب يعني هلق عندنا بعد بس طقوس هيملر وحملة أوتوران ومنخلص، بس أشوف التعليقات شوي ونرجع من هنا. آه عليك يا عرف، تحياتي العارف، مش عارف كان معنا حبيبي. طيب تحياتي للجميع. طيب هلا راح انهي الحلقه وراح اخذ مداخلات، لانه اكيد يعني انا ذكرت مواضيع بلاها خلاف. ذكرت موضوع هل النازيه ديانه وبس حركة سياسية. هناك من يقول بالكتب الجديدة أو بالمقالات أنه لا، كان عنده هتلر كان ساحر بلاط مجنون، بس لا، هي دي حركة سياسية ما خصهاش بالأديان، مع أنه علامة النازية نفسها السواستيكا موجودة عند البوذية، وهي دليل الشمس، دليل الشمس والمخلص والكلمة الصليب، هي بتلاقيها بالأديان الآرية، بتلاقيها بالبوذية، بتلاقيها بالهندوسية. الأس أس نفسها كما ذكرنا فيها تشابه مع العلامات المعطية لزوس، وحتى الشمس السوداء اللي عملت الشمس السوداء عملها هيملر، مثل عملها على بلاط أحد معابد الأس أس تبعه، هي كانت كنيسة قديمة حوالي معبد. هالعلامة كما ذكرنا فيها الأس أس ست شموس، وفيها الشمس السابعة هي السوداء، يعني مرحلة كسوف الشمس، وهي لها ارتباطات بالوثنية. الكسوف عند الأديان الوثنية معروف في جنوب أمريكا وغيرها، في فيلم هذا أبوكاليبس مثلا. ليش يعملوا النازية؟ ليش لا يستعملوا النازية رموز دينية قديمة؟ مثلا إذا هن ما عندهمش أي اهتمامات دينية وهن بس حركة سياسية. وفي كما ذكرنا أديان جديدة اليوم موجودة بلبنان عندها طابع ديني، عندها هباط ديني، حزب القوم السوري الاجتماعي منهم، عنده رسائل وكتب، كتب يعني تجمع رسائل أنطونس عادي رسالتين الإسلام، تحاول أن تعمل أنه نبي الإسلام متلاصق بالمسيحية بكامل المسيحية. أنا ضد هالفكرة بس هو هيك بيقول، وبقول لك المسيح منه يهود، المسيح سوري مثلا، بقول لك أشياء تانية دينية تانية، بقول لك حتى بيستبعد اليهود، بقول لك من سلم بالقرآن
ومن سلم بالإنجيل ومن سلم بكتاب الحكمة هذا مؤمن، أما اليهودي فهو غير كافر، شيء من هذا، ما إحنا شيء بهذا المعنى عند أطول سعد. خليل عنده نقطة جميلة جدا، بيقول أنا أرى أن نيتشه صار نبيا عند النازيين، صحيح، تماما كما صار ماركس عند الشيوعيين، صحيح، رغم أنهما كانوا مجرد فلاسفة، إلا أن فلسفاتهم بطريقة أو بأخرى قد أنتجت تلك التيارات السياسية المتناحية، صحيح صحيح صحيح. وحتى يا خليل في طريقة ما، يا أستاذ خليل طريقة ما، في اتخاذها كيف أنه الماركسيين اليوم هن مسيحية باطنية، واليمنيين اليوم هن نيو وثنية باطنية، مع أن اليميني في أمريكا بيعمل حاله مسيحي بس أفكاره تناقض المسيحية. المسيح أقرب للماركسية، المسيح مع العدالة الاجتماعية. ففي بدك تنتبه الحركات السياسية، وحتى بياخدك بعد خطوة. شو قال أخونا ميمون القداح؟ قال لك كل حركة دينية هي حركة سياسية هدفها القوة. كل حركة دينية هي بالباطن حركة سياسية. الإسلام حركة سياسية، في مسلمين اليوم بيطلعوا بيدافعوا عن الإسلام مش لأنه مقتنعين فيه، لا، لأنه هو للقوة، أنه هذا هو بياخذ امتيازات إذا الإسلام انتشر. بصير يعني شيخ كده، بصير شحاد هو على الطريق، شيخ خمل وسبان، كيف مرفخ بزاز وقاعد. هذا إذا بيحكيك بالإسلام وفوت المسلمين اللي عنده بيعطوه مصاري، بصير يسوق مرسيدس، بصير مرتب شوي، عملها سبوبة يعني، كيف؟ فهذا موضوع كثير مهم. يعني في الماركسيين اقرب للمسيحيه، اما اليمنيين فعلا اقرب الى النيو وثنيه، نيو بيجنزم. فيلسوف الحمير من مالي جاد مان عامل يعني الاوبر مان يعني السوبر مان، ومن مالي عنده لا، وما بيصير نحكي هيك عن العرب، ما بيصير تخزق القران، وبيصير يعمل اخلاقيات المسلمين، يعني عرس للاكثريه المسلمه، بس عنده تناقض شوي، بتحسه ماستر مورالتي شوي بتحسه سليب مورالتي. حبيبي حسب الله. طيب ما انا راح اخلص يعني. طيب فطقوس هملة، شو هي طقوس هملة؟ غير انه ذكرناه انه بعت ناس على تبت يقيس وجوه الناس، وعمل نظريه انه الاريين موجودين بتبت مع انه علميا ما فيها شيء، وموجودين بمناطق تانية، كان يحول كنائس مسيحية لمعابد للأساسات، يحط على الأرض هذه الشمس اللي أنا حاططها فوق، وفي معبد منهم جرب يستحضر، جاب عظام ملك اسمه كينج هنري، كينج هنري ذا فاولر، ملك هنري، وجرب في طقوس معينة يستحضره، مع إنه ثيوسوفيا ضد هالموضوع، ثيوسوفيا بتقول لك ممنوع تستحضره، جرب يستحضره للملك هنري لشو؟ ليكون راعي السياسي تبعه، ليكون مستشار سياسي عند هتلر. يعني زلمه كان مجنون. لكن كان عنده تعمق فلسفي، كان يدرك انه في اسرار دينيه مهمه للسياسه، مثل ما حكيت الثيوسوفيا. الثيوسوفيا قالت لك الامريكان هن الجيل القادم، هن تعمقوا في اسرار البوذيه التبتيه، صار عندهم تواصل مع الافاعي، وهذه تفسر انه المخلوقات الفضائيه مما وكلهم ان يسيطروا على العالم. يعني هنا عرفوا الاجيال السبع، عرفوا التطور البشري، مع انه كما ذكرت في علامات استفهام حول حقيقه انه البوذيه التبتيه بتحكي عن اجيال سبع، يمكن بتحكي عن اجيال سبع اصلا، بتحكي بالطريقه اللي حكيت عنها مدام لاباسكي تبع فيصل. فهو كان مقتنع بهذا الكلام، بالاجيال السبع، كان عم بيحاول يوصل للقاره المختفيه لموريا اللي اجوا منها الاتلانتس، الاتلانتيين، كان بعد حملات على تبت. وحتى اكثر من هيك كان عم بيفعل طقوس وثنيه، رقصات وثنيه، بيمسكوا ايدين بعض وبيرقصوا بالمانيا عند الاساسات. صار شوي شوي يرجع للطقوس الوثنيه، وفي طقس عم بيعيدوا اليمين الامريكي على فكره، كان يعملوه بالمانيا يخص الوثنيه الالمانيه، شو هو؟ تحمل التيكي تورتشز، مشاعل النار وتمشي، كمان رمزية النار ومشاعل النار مرتبطة بشو؟ بالديانة اليونانية، ولها أهمية خاصة بهاي المنظمات اليمينية الدينية اللي عم تطلع.
الكأس المقدسة. هاينريك هيملر، يعني نقول اسمه صح، وظف كمان، هذا اسمه صعب بس، اسمه اوتو ران، مش اوتو بان، هي تبع الهاي واي تبع مصر اللي بيسرعوا عليها مصر بيشفط، لا اسمه اوتو ران، اوتو ران هيك اسمه. هذا كان كمان بهمه الاسرار الدينيه، وكان عم يبحث عن الكأس المقدسه، وحكينا عنه نحن في مجالس الحكمه لما حكينا عن اخوتنا الكاثار الرجال الصالحين في فرنسا. هو كان يعتقد انه الكاثار عندهم الكأس المقدسه، بس مش الكأس المقدسة هي الكأس اللي شرب فيها المسيح العشاء السري، لا هو كان يربطها بالجولدن فليس تبع اليونانيين، بالصوف الذهبي، الصوف الذهبي. وقصة الصوف الذهبي ما عندي وقت ادخل فيها، راح نفوت بالأديان اليونانية والآلهة اليونانية والحكمة منها بمجالس قادمة، يعني نحكي بالجولدن فليس، بس أنا أبعطي أبيتايزر، يعني أنا أبعطي المشاهد عليه أن يبحث أكثر. أنا ما بعطيك كل شيء، بعطيك شوية أشياء. أنا عندي أنا وقت محدود أحكي فيه، وإذا بحكي أكثر منه بملوا الناس. فالخلاصة يعني لننهي هذا، خليني بس أحط الصورة علي.